بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله، فإن لله تبارك وتعالى في أيامنا وشهورنا أحداث عظيمة وأياما مباركة، ومنها ما نحن فيه اليوم، ونحن في يوم العاشر من شهر الله المحرم الحرام. هذا يوم صالح نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصومه مع قريش قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بأبيه وأمي، وجد اليهود يصومونه، فسأل عن ذلك، فقالوا: ذاك أو هذا يوم صالح نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، في رواية نجى الله فيه موسى من فرعون، ونحن نصومه، يعني اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان هذا هو الفرض قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر. وكل هذه أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أو في أحدهما، كما صح من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. ونحن ها هنا أيها الكرام الفضلاء نمر مرورا سريعا على هذه القصة العظيمة. إن موسى عليه السلام قد ولد في العام الذي يذبح فيه فرعون أطفال بني إسرائيل، وكان ذلك كما جاء في كتب السير والتفاسير لرؤيا رآها فجمع كهنته وسألهم، قال أنه رأى في المنام أن نارا عظيمة خرجت من بيت المقدس فأحرقت مصر إلا ديار بني إسرائيل. فسأل الكهنة وسأل كبيرهم في تأويل هذه الرؤيا، فقال: إن ملكك يذهب على يد واحد من بني إسرائيل. هنا ضج الملك وارتفع صوته في القصر يجلجل في جنبات القصر، ثم أخرج ذلك الأمر الفرعوني وأمر بقتل كل أطفال بني إسرائيل الذين يولدون. فذهب زبانيته وذهب جنوده في كل صوب على كل بيت من بيوت بني إسرائيل، ما وجدوا من طفل إلا قتلوه، وما وجدوا من مولود إلا ذبحوه. وكان فرعون والقبط في مصر يسمون بني إسرائيل بالعبيد، لأنهم كانوا يجعلونهم سخرة يعملون كالخدم في بيوت القبط وفي بيوت الفرعون، ويعملون في الأعمال الثقيلة المتعبة الشاقة، فيقطعون الأحجار ويبنون القصور ويحملون القمامة، ويجعلهم في كل عمل دنيء، فسموا بالعبيد. ويلقى لهم فتات الطعام وفتات الموائد، أضف إلى ذلك يلقى إليهم رديء الطعام وقبيح الثياب وقليل الميرة، ويعطون المال القليل جدا الذي لا يقيم أودهم، حتى أنهم انتشرت بهم الفاقة والعوز
وكان ذلك عليهم بلاء وشدة كما وضح القرآن في قول ربنا تبارك وتعالى في كلامه عن بني إسرائيل: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أن يبقوهن أحياء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ولما استحر القتل في أطفال بني إسرائيل إذا بملأ فرعون ووزرائه يقولون له: إن قتل كل الأطفال فمن يقوم بالخدمة والسخرة للقبط ولأهل مصر؟ قال: ماذا تقولون إذن؟ قالوا: نجعل القتل سنة ونعفيهم من القتل سنة أخرى. فقال: نعم الرأي. فإذا بموسى عليه السلام يسبقه في الولادة أخته، وكانوا يقتلون الذكور دون الإناث. فوقف جنود الفرعون على بيت عمران ينتظرون ماذا ولد، فلما رآها أنثى حمد الله على ذلك، وهذه الأنثى سيكون لها شأن فيما هو آت. وولد هارون قبل موسى في العام الذي لا يذبح فيه الأطفال، وولد موسى في العام الذي ذبح فيه الأطفال، فأخفت أمه خبره وجعلته في تابوت وفي مهاد وفي فراش، ثم ألقت به في النهر وقلبها يتفطر من أجل ذلك. وقص ربنا عز وجل ذلك كله في القرآن وفي سورة القصص. ولما سألها عمران: لماذا تفعلين هذا؟ لماذا تلقين بفلذة كبدك في الماء؟ أليس لك قلب؟ فقالت: إن الله عز وجل قد أوحى إلي، يعني ألهمني بذلك. وهذا وضحه ربنا تبارك وتعالى في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الآية السابعة في سورة القصص فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. ما أجمل القرآن، وما أحرى بنا أن نتأمله، وما أكثر بلاغته. فالخبران هو في قوله تبارك وتعالى: وأوحينا، هذا هو الخبر الأول، وخفتي، هذا هو الخبر الثاني، والأمران أرضعيه وألقيه، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فامتثلت إلى ما ألقي في روعها. فإذا بالمياه تأخذه بكلأة الله عز وجل، لنذكر قوله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني، إثبات العين لا على ما يليق بجلاله وكماله، وما يكون منها من هذه الصفة، وما يكون من إثباتها من أمور التوحيد. فكلأه الله عز وجل وحفظه، وهذا من حفظه له عز وجل، لتذهب به الأمواج بأمر ربنا تبارك وتعالى إلى قصر الفرعون، فيلتقطه آل فرعون لتمر أقدار الله عز وجل بأمر الله تبارك وتعالى، فيكون لهم عدو وحزنا. وفي تلك اللحظة آسيا زوجة الفرعون كانت محرومة من الأطفال، فلما رأته أحبته، وكان كل من يرى موسى يحبه، فقالت في لهفة: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. وقد جمع الفرعون جنوده وأمرهم بأن يفصلوا رأسه عن جسده، قالت: لا، لا تقتلوه. وعلل ذلك: عسى أن ينفعنا
أو نتخذه ولدا؟ وكما تعلم يا فرعون إننا وأنت قد حرمنا من الأولاد، وهم لا يشعرون بما يخبئه لهم ربنا تبارك وتعالى في علمه عز وجل. فإذا بالفرعون هنا يتركه ويقول: هو لك وليس بقرة عين لي. ثم بعد ذلك تمر تلك الأوقات العصيبة على أم موسى، فيكون قلبها فارغا لدرجة أنها خشيت أن تبدي بأنها فقدت مولودها، لكن الله ربط على قلبها لتكون أكثر أمنا وطمأنينة. وفي تلك اللحظات قالت لأخته الرؤوم: اذهبي تفقدي وقصي آثاره وانظري خبره. فإذا به تتفقد الأثر حتى وجدت جلبة عند بيت الفرعون. ماذا هنالك؟ إن هذا الطفل يتضور جوعا ويشتد صياحه، ورفض كل ظئر ومرضعة، فقالت وقد أتوا له بالمرضعات فلم يقبل بثدي إحداهن، ولم يقبل بأن يرضع من إحداهن لحكمة يعلمها الله عز وجل. ففي تلك اللحظات ذهبت تلك الأخت وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقالوا لها: وكيف عرفت ما نحن فيه؟ قالت: يا سيدتي، أنا من بني إسرائيل وقد وجدت جلبة عند القصر، فسمعت أنكم تريدون مرضعة لابن لكم رفض المراضع كلها. قالت: نعم صدقت، نريد المرضعة. قالت: أعرف لكم أهل بيت يكفلون هذا الطفل وهم له ناصحون. قالت: ائتينا بها. قالت: لا بأس. فجاءت بأمها وأمه ولا يدري أحد. في تلك اللحظات سمته آسيا موسى. قالوا: وما موسى؟ بلغتهم قالوا: من ولد بين الشجر والنهر، من ولد بين الشجر والنهر، أو من ولد بين الزرع والماء. على كل حال، هذه كلها من أخبار الإسرائيليات نذكرها هنا استئناسا. فإذا به يقبل على أمه بمجرد أن رفعته إلى صدرها، فلقمه ورضع منها. وآسيا زوج الفرعون في فرح شديد، والجواري في فرح شديد، فقد سكن الطفل وهدأ وذهب بكاؤه ونام قرير عين. ففي تلك اللحظات قالت زوج الفرعون: إذا تبقين معنا وترضعين الطفل؟ قالت: إني لا أستطيع، إن لي زوجا وإن لي أولادا، لكن اجعلوه معنا في بيتنا ونقوم على كفالته. فسبحان الله، ولرب أمر معسر لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء، أقدار الله كلها للعبد خير. فلما كان الحرس يتجسسون ويتلصصون ويتحسسون بيت عمران لينظر هل فيه من ولد ذكر ليذبحوه، إذا بتلك المراكب الملكية وتلك العربات الذهبية وبهؤلاء الخدم والحشم والحرس يحرسون موسى وأمه وأباه وأخاه وأخته في ذهابهم ومجيئهم، ويقفون على بابه يكلؤونه ويحفظونه بأمر الله تبارك وتعالى، وترضعه أم موسى. وكما قال أهل العلم: عجبا لها، ترضع ابنها وتأخذ أجرها. وهذا حال كل مخلص أخلص أمره لله عز وجل، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا ويثيبه عليه. وهكذا يشب موسى أيها الفضلاء الكرام، وتمر تلك الأحداث التي تعرفونها، ونتركها سريعا حتى نصل إلى تلك المرحلة التي يكون فيها موسى قد شب يافعا يتجول في طرقات مصر، فوجد
فرعونيا يتقاتل مع إسرائيلي، وها هنا يستغيث به ذلك الإسرائيلي. فموسى أراد فقط أن يبعد القبطي عن الإسرائيلي، فإذا به وكزه وكزة خفيفة فمات ذلك الفرعوني أو ذلك القبطي، وانتشر الخبر في المدينة أن قبطيا قد قتل على يد إسرائيلي، فيصبح خائفا يترقب ماذا يكون من أمره. وتمر الأيام وإذا بنفس ذلك الإسرائيلي المجرم يتقاتل مع مصري أو مع قبطي، وقد كان يبدو عليه أنه دوما صاحب مصيبة وصاحب أذية لعباد الله، فيستنصر به مرة أخرى ويستصرخ يطلب الغوث منه من موسى، ويطلب النصرة منه، ويطلب العون، ويطلب المساعدة. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، قال الله عز وجل: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. والمصرخ هنا المعين والمنقذ والمغيث، والصارخ والمستصرخ هو الذي يطلب الغوث والنصرة والمعاونة. قال أمية ابن أبي الصلت: ولا تجزعن إني لكم غير مصرخ، وليس لكم عندي غناء ولا نصر. وقال آخر: كنا إذا ما أتانا صارخ فزع، وكان الصراخ له قرع الطنابيب. الطنابيب جمع طنبوب، والطنبوب هو الساق، دلالة على شدة الأمر والاجتهاد فيه. فهنا قال: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، هنا قال له موسى: إنك لغوي مبين، ما أكثر مصائبك وما أكثر بلاياك. ومن عادة بني إسرائيل اليهود الجبن والخور والخوف، أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهم، يعني القبطي. فهنا ظن ذلك الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به، فقال على الملأ وذهب بالسر. ولذلك إن اليهود لا يحفظون سرا ولا يوفون عهدا، وهذا ديدنهم مع الجبن والخور، فهم أجبن من هب النقة. فقال هنا: أتريد أن قال يا موسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فانتشر الخبر ممن حضر الواقعة، وذهب ونمي به إلى فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي فيما مضى. فهنا أرسل فرعون وأرسل أمرا وقال: اذهبوا واتوني بموسى لكي نتبين أنه القاتل، قتلناه بالمصري. وفي تلك اللحظات يقيد الله عز وجل رجلا يأتي من أقصى المدينة، يسعى يجري يجد: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. في تلك اللحظات يخرج موسى لا يلوي على شيء، لا يودع أهله ولا يودع أمه ولا يودع أخته ولا يودع هارون أخاه ولا يودع عمران أباه ولا يودع يكابد أمه. أخرج يكابد تلك الصحاري في صحراء يبيد فيها البيد، يضيع فيها الذكي والبريد. خرج منها خائفا يترقب، لكنه يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى: رب نجني، رب نجني من القوم الظالمين. فتأخذ تلك الوهاد والقفار، يرفعه نجاد وينزل به وهاد، ويعلو به شظية جبل، وينزل به منحنى من عرج ووادي، فيتوجه إلى مدين من أرض فلسطين، فيدعو ويقول: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وفي تلك اللحظات يريد إلى ماء مدين، وقد
تشققت أشداقه من أكل ورق الشجر، وتشققت أرجله من مشيه حافيا بعد أن تخرق وتقطع نعله، وعليه ما عليه من الشدة والضعف والجوع والمسغبة. فيرد ذلك الماء، يرد عليه جماعة من الناس يسقون، ويرد من دونهم امرأتين تذودان تبعدان الغنم ألا يختلط بالرجال. وهذا من الأدلة على حرمة الاختلاط، الله المستعان. فقال: ما خطبكما؟ فأجابتا: على استحياء وخجل، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، بعد أن ينتهي هؤلاء الرعاة نسقي نحن، وأبونا شيخ كبير. هذه علة خروجنا، أننا ما خرجنا إلا لحاجة وضرورة، لأن أبانا شيخ كبير وليس لنا أخ ذكر يقوم بحاجاتنا. هنا فسقا تدل على السرعة وتدل على التعقيب، أنه أسرع في نجدتهما وفي نصرتهما. وبعد أن سقى لهما تولى إلى الظل يرفع يديه إلى ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لماذا؟ لأنه قد رفع صخرة تحتاج إلى 10 رجال أشداء، وإن الله أعطى موسى قوة فوجزة منه تميت وتقتل من غير قصد ومن غير رصد، ورفعة منه بيده تزيل صخرة وفهرا عظيما يحتاج إلى 10 رجال أشداء. ثم رجعت البنتان إلى أبيهما، وليس شعيب، إنما هو رجل صالح من أهل مدين. فتعجب الوالد لعودتهما سريعا وعلى غير عادتهما، فقالتا: يا أبتا، لقد لقينا رجلا يبدو أنه ليس من أهل مدين، وإن ملابسه تدل على أنه من أهل مصر، فسقى لنا ثم سمعناه يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقال: اذهبا وأتيا به لنكرمه ونشكره ونتعرف على حاله. فذهبت تلك المرأة وأتت إليه تمشي على استحياء تغطي وجهها بدرعها السابغ الساتر. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فإذا بها ترى فيه من الحياء والأدب أنه قال لها: أمشي أمامك وتمشين خلفي، وإذا حدت عن الطريق وسبيل البيت فرمي لي بحجر تدلينني عليه. ففعلت. فلما جاءه إلى الرجل الصالح في بيته وقص عليه هذا القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، إنك وصلت إلى أرض مدين، ولا سلطان لفرعون مصر على تلك الأرض. ثم قالت تلك البنت وقد توسمت فيه الخير: يا أبت استأجر، ليس لنا أخ يقوم برعايتنا ويقوم برعي غنمنا، ونحتاج لمن يفعل ذلك. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا بذلك الرجل يقول له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستريدني إن شاء الله من الصالحين. وهذا فيها من الفوائد في كتاب النكاح، أن المهر يكون على عمل، ويكون على نول، ويكون على متاع، ويكون على مال، إلى غير ذلك ما هو موضح في كتاب الفروع، ليس هنا مجال بحثه. قال: إذن هذا الأمر والعهد. قال: ذلك بيني وبينك. أيما الأجلين قضيت، إما الأجل الأدنى 8 أو الأجل الأعلى 10، فلا عدوان علي، لأنك خيرتني، والله على ما نقول وكيل، وكلنا الله. وهذا فيه أيضا فوائد شرعية فقهية يرجع إليها في مضانها. فقال أهل التفسير: قضى أعلى الأجلين وتزوج أجمل البنتين، ثم بعد ذلك لما انقضى الأجل سار بأهله أي بزوجه، فوجد في مسيره من مدين إلى مصر بعد هذه الغيبة ل10 سنين، فإذا بالجو بارد، وإذا بالريح شديدة، وإذا بالعواصف والرعود القاصفات، والمطر ينزل، واشتد عليهم ذلك البرد، فأراد أن يستأنس وأن يجد نارا وهو بقرب جبل الطور. فقال: امكثوا هنا في مكانكم، إني وجدت نارا وآنست نارا، لعلي أتيكم منها بخبر، لعل هذه النار يكون عليها أناس يدلون يعرفون
الطريق أو جذوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون. وقد تبدت له تلك الشجرة والنور والنار كأنها تخرج منها، فإذا في تلك البقعة المباركة، فإذا بربنا يقول إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك يا موسى، وأن ألقي عصاك. فألقى العصا فلما راها تهتز كأنها جان ثعبان، موسى جرى ولا مدبرا وخاف، فإذا بربي يقول يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ثم أمره ربه عز وجل أن يسلك يده في جيبه، يخرج يده من جيبه وهو موطن الفتحة التي تكون في أعلى الثوب التي يدخل منها في الرقبة، تخرج بيضاء، لأن موسى كان آدم بيضاء من غير سوء، ليس بياض برص، إنما أبيض جميل. وإذا خفت أضم إليك جناحك من الرهب. فهذه كلها براهين تذهب بها إلى فرعون هؤلاء الفاسقون لكي تذكرهم بربنا ولكي تدعوهم إلى التوحيد. فقال يا رب إني قتلت منهم نفسا وإني أخاف أن يقتلوني، وهارون هو أفصح مني لسانا، لأن موسى لما كان في طفولته قرب له الطعام وقرب له الفحم لأنه أراد أن يقتله. فقالت آسيا قرب له، إن هذا طفل، لأنه لما أتاه فرعون لكي ينظر إلى موسى وهو طفل صغير، فجبذ موسى لحية فرعون بقوة فآذته، فقال إنه ينظر إلي شذرا وقد جبذ لحيتي وآذاني، لأقتلنه، هذا عدوي، هذا عدوي، هذا عدوي. فقالت آسيا زوج فرعون إنه طفل لا يدري ما يفعل، ولكي أدلل لك على ذلك إيتوه بلؤلؤ وبفحم، فسترون أنه إن أمسك اللؤلؤ فإنه بذلك يكون عالما بما يفعل، وإن أمسك الفحم ستعرفون أنه طفل لا يدري. فإذا ربنا عز وجل يدله أن يمسك الفحم ويأخذ بلسانه، فإذا بها تقول أرأيتم طفل صغير أبكيتم طفلي وآذيتموه، فمن ذلك الوقت كان لثغة في لسان موسى، لذلك قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقون إني أخاف أن يكذبون. فتقبل الله ما طلب منه موسى وقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. الله قبل أن يحدث الهلاك والغرق يبشره ربه بذلك أن العاقبة لهم وأنهم هم الغالبون. فإذا بموسى يقدم إلى فرعون ويأتي إليه ويذكره بالتوحيد ويذكره بحق الله على العبيد. فإذا بهذه الآيات العظيمة وهذه المناظرة الجليلة التي بين موسى وبين فرعون ليقول له أرسل معي بني إسرائيل، فإذا بفرعون يذكره بماضيه فيقول ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني يقول له بقتله لذلك القبطي. فقال موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، تركتكم لما خفت منكم أن تقتلوني، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. الله أكبر، كل عاقبة تنزل بالمؤمن فيها خير من ترك البلدان والأوطان ومن ترك المال. انظر إلى الصحابة، تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى ربهم فرفعهم الله عز وجل وأعلى منارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من ثنيتها السفلى متخفيا مهاجرا، فيرجع من الثنية العليا فاتحا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي ذلك عبرة وادكار واعتبار. فقال وتلك نعمة تمنها علي
بأنك تذكرني بهذا وقد جعلت بني إسرائيل عبيدا عندك، أن عبدت بني إسرائيل كما قلت لكم في البداية كانوا يصفونهم بالعبيد ويسومنهم سوء العذاب. فإذا بالمناظرة تحتد ويقول فرعون: وما رب العالمين؟ فيرد عليه موسى واثقا: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهنا يتحكم فرعون ويضحك ويعلو ضحكه وقهقهته فتجلجل في قصره، ويضحك حوله ملاؤه وزبانيته: ألا تستمعون؟ فيستمر موسى في البيان والتبيين ولا يلتفت إلى تلك الحوارات الجانبية: ربكم ورب آبائكم الأولين. فهنا يشتط غضب فرعون ويقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فيستمر موسى في البيان والتبيين والإيضاح: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا أفلس فرعون وأخرج بيانه قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هنا يتحول النقاش وتتحول المناظرة من الكلام إلى البيان، فيقول له موسى: أولو جئتك بشيء مبين؟ فيقول هنا فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فقال هنا في تلك اللحظة فرعون وقد قفز من على عرشه وكرسيه: ابعدوا عني هذه الحية، ابعدوا عني هذه الحية. وقد أصابه الفزع والخوف والجبن والخور. فردها موسى إليه فرجعت كما هي، عصا في يده كما حدث على جبل الطور من آيات ربنا لنبيه موسى وكليمه عليه السلام. فإذا بالآية الأخرى ينزع يده ويخرجها من جيبه فتصبح بيضاء تشع ضوءا أبيض كضوء القمر في غير سوء. ففي تلك اللحظات ليحرف الفرعون نظر الناس وهذه المناظرة، فيقول لهم: إن هذا لساحر عليم، وقد كان السحر منتشرا في مصر في ذلك الزمان، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ هنا يريد أن يوضح لهم أن هذا مجرم ويريد لكم الشر ويريد لكم الضر. فقالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، في مدائن مصر كلها ابعث منادين ينادون ويأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وهو يوم الزينة، يوم العيد. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فجاء السحرة فقالوا للفرعون: أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. وفي تلك اللحظات وفي تلك الأمور وفي تلك الأحوال وأهل مصر عن بكرة أبيهم من بني إسرائيل ومن القبط ومن الفراعنة كلهم مجتمعون في ذلك الوادي وفي يوم العيد، ولم يتخلف منهم أحد عن ذلك الأمر. وإذا بتلك اللحظات العصيبات على موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي تلك اللحظات يعظهم موسى قبل أن يبدأ بإلقاء ما في يده، فقال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يهلككم بعذاب، وقد خاب من افترى. فإذا بالسحرة يتنازعون أمرهم بينهم ويتناجون فيما بينهم، ثم يقولون: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا قول فرعون لهم: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، قد أفلح اليوم من استعلى. فكان من هؤلاء السحرة خيروا موسى: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذه الكلمة وهذا التأدب مع كليم الله كان له أثر سنعرفه فيما يأتي بإذن الله عز وجل. قال لهم موسى هنا: بل ألقوا.
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، كان سحر تخيل. هنا خاف موسى وأوجس الخيفة في نفسه ولم يظهرها ولم يبدها، فإذا بالوحي يأتيه: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. في تلك اللحظات ألقى موسى تلك العصا فأكلت وتلقفت حبالهم وعصيهم، فما كان من السحرة إلا أن سجدوا لله عز وجل مؤمنين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، فاشتاط فرعون غضبا وأشرا وبطرا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أرأيتم؟ لا إله إلا الله. لما اشتاط غضبا وذهب عقله رمى حتى سحرته بأنهم هم أيضا من العملاء ومن ممن اتفقوا مع موسى على هذا الأمر. ثم أخرج فرمانه: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني الرجل اليمين مع اليد اليسار، اليد اليمين مع الرجل اليسار، هكذا فقط، كلا ولأصلبنكم في جذوع النخل. وكان الصلب عندهم من سيء العذاب، ولتعلمن أيون أشد عذابا وأبقى. فإذا جيء بالقوة مع قلة العقل كان البطش والسفه كما نرى. فإذا بهم ثبتهم الله يقولون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. هم يعرفون أنهم سحر، وأن هذا الذي يفعله موسى ليس بسحر، والذي فطرنا يقسمون بربهم الذي خلقهم. هنا كفروا أن فرعون هو ربهم. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فهنا اشتاط موسى، اشتاط فرعون غضبا لما رأى أن ملكه يضيع وأن ما فعله سيذهب هباء منثورا. فإذا به يشتد على بني إسرائيل ويزيد عليهم نكالا وتعذيبا وقتلا. فإذا بموسى يقول له: ائذن لي في بني إسرائيل، أريد أن أخرج بهم إلى يوم عيدهم. فيأبى هنا الفرعون بما يقول، فإذا بموسى يدعو عليهم دعاء شديدا، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم آياته ويرسل عليهم الطوفان، وهذا الطوفان هو الذي أتاهم في غير وقته، فأرسل عليهم هذا الطوفان الشديد، فما من أرض إلا أغرقها وأباد زرعهم وخضراءهم ودخل إلى قصر الفرعون. فهنا قال لملئه: اذهبوا لموسى لكي يرفع عنا هذا الذي نحن فيه. ثم وعدوه وقالوا له: يا موسى، إذا دعوت ربك فكشف عنا ما نحن فيه لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيدعو موسى ربه ويصدقهم لأنه نبي مكلم كريم. لكن لما كشف عنهم الرجس نكثوا في وعدهم ولم يأذنوا له ولبني إسرائيل في الخروج من مصر. فإذا به يرفع يديه لربه تبارك وتعالى ويدعو عليهم، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم جرادا يأكل مزارعهم وينغص حياتهم، فيفعلون مع موسى ويطلبونه كالمرة الأولى، فيدعو الله عز وجل فيرفع عنهم ثم ينكثون.
فيدعو رب موسى ربه عز وجل: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، أو ما تدري ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فإذا ما يملك إلا الدعاء، وهذا فيه فضل الدعاء عند الأمور المدلهمات، فيرسل الله عليهم هذا القمل الذي أن انتشر بهم وأصابهم بالأمراض الجلدية، حتى الفرعون نفسه أصابه بذلك، فقال لملئه: اذهبوا لذلك الساحر ليرفع عنا ما نحن فيه. فكالمرتين السابقتين يعدونه فلا يوفون، ويرفع موسى يديه فيذهب الله عنهم هذا وتستقر أمورهم. ثم يدعو مرة ورابعة، فيرسل الله عليهم الضفادع في بيوتهم وفي طعامهم وفي كل شيء، وأيضا كما مر من المرات السابقات، ويرفع عنهم وينكثون. ثم يرسل عليهم الدم، فتحول نهر النيل إلى دم أحمر، وتحول شرابهم إذا أتوا يفتحون أي قدر أو أي جرة فتتحول إلى دم، فنغصت عليهم الحياة. ومر بهم هذا الضر، وموسى يدعو ربه كلما طلبوه في ذلك، ويستجيب الله عز وجل ويرفع عنهم ذلك الرجز. ثم بعد ذلك ينكثون. وبعد هذه الآيات، فما كان من موسى إلا أنه يخرج ببني إسرائيل بعدما استكبر فرعون، وبعدما نكثوا في وعودهم، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهنا يخرج موسى ببني إسرائيل خلسة، وكانوا كما جاء في التفاسير 600,000، ولم يحسب فيهم ما كان دون العشرين وما كان فوق الستين وما كان من الذراري. فإذا بفرعون يرسل في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، هؤلاء جماعة مارقة قليلة. وخرج خلفهم بـ1,000 و600,000، يعني ما يسمى الآن 1,600,000 جندي، و1,000,000 حصان، يعني مليون من هؤلاء الجنود على خيلهم وأحصنتهم، ويتبعون هؤلاء الذين خرجوا في جنح الليل على أقدامهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، تضايقنا منهم، وإنا لجميع حاذرون، إعلان حالة الطوارئ جميعا، نحن حذرون منهم. فعليكم بهم، من يجدهم يقتلهم. وإذا به كما جاء قيل يخرج من منطقة اسمها محافظة الشرقية الآن، التي كانت مملكة رمسيس الفرعون، من الشرقية يخرجون إلى جهة العقبة، إلى بحر القلزم، يخرجون إلى جهة العقبة وإلى بحر القلزم، يهربون من فرعون. وفي تلك اللحظات وفي تلك الأمور، فرعون وراءهم يطلبهم ويتوعدهم بالقتل. فإذا بالطريق أمام موسى تنتهي اليابسة، ويظهر البحر أمامهم. فإذا ببني إسرائيل على عادتهم
القبيحة التي تعرف عنهم وقلة إيمانهم وفزعهم وجزعهم وخورهم وأشرهم وبطرهم وكفرهم بأنبياء الله عز وجل. قالوا يا موسى لقد أهلكتنا أنت وأخوك ولقد أهلكتنا أنت وأخوك هارون فلو تركتنا على ما نحن فيه، يحبون العبودية لا يحبون الحرية، فلو تركتنا على ما نحن فيه لكان خيرا لنا مما فعلت بنا، ولقد ولو جعلتنا في مصر نتحمل ما نحن فيه خير لنا مما أنت فاعل بنا. ماذا نفعل يا موسى؟ لقد أهلكتنا أنت وربك وأنت وأخوك هكذا. ولذلك تأملوا في قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا سر بنا يا رسول الله على بركة الله، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقط إن معكما مقاتلون، إن معكما مقاتلون. فانظروا إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحبهم للدين وحبهم للنبي الكريم، فلن تجد أحدا خيرا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال موسى مصدقا ولم يوحى إليه بعد، كلا إن معي ربي سيهدين، يعني إن معي ربي سيهديني إلى ما سأفعله. وكان في ساقة القوم يعني في مؤخرتهم ليحفظ من ما يقع من متاعهم ويساعد ضعيفهم. فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه ويتزايد زبد أجاجه ويقول ها هنا أمرت، ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون، وهم يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار. فهنا أتى الوحي من الرحمن أن اضرب بعصاك البحر، الله أكبر. فضربه ضربة واحدة فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أيها المباركون الكرام. تأملوا حينما يعيش الإنسان في يقين مع الرحمن تبارك وتعالى، فهنا لا يضره من يخذله ولا يؤذيه من يخالفه، لأنه مع ربه تبارك وتعالى فانظروا إلى كلاءة الله. ولتصنع على عين، تذكروا دوما هذه الآية في كل قصة موسى، كما تتذكروا إنا نراك من المحسنين، كما تتذكر الإحسان في كل قصة يوسف عليه السلام. والفرق هو القسم، وانفلق ثنتي عشرة قسما كل قسم كالطود العظيم كالجبل الشامخ، ودخل كل سبط من الثنتي عشر إلى في طريق وفي قسم من هذا القسم، وتحول هذا البحر أيها الكرام الفضلاء على جوانبه، وله نوافذ يرون بعضهم بعضا ليطمئن قلبهم، وإذا بهم يمرون وخلفهم فرعون بقضه وقضيده وحديده وجنده وملئه وخدمه وحشمه، ولكن الله عز وجل يرعاهم وبعينه يكلأهم ويحفظهم تبارك وتعالى حتى جازوا إلى الجهة الأخرى. فهنا أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر بعصاه فيرجع كما كان بعدما دخل فرعون ومعه 1,600,000 من الجنود ومليون من الخيل، فينطبق عليهم البحر وينطبق عليهم الماء ويغرقهم جميعا ولا يبقين منهم أحدا
ولا يبقين منهم أحدا، فأغرقهم الله تبارك وتعالى في ذلك اليم ولم يبق منهم واحدا، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فإذا بتلك الأمور جميعا تنقلب عليه، وذلك اليم الذي له موقف مع قصة موسى، فكان له حافظا بإذن الله عز وجل، وكان له كلاءة لما كان موسى طفلا رضيعا، وكان له حافظا بإذن ربه تبارك وتعالى له ولبني إسرائيل لما تبعهم فرعون بجنوده في تلك اللحظات. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قالها واثقا معتقدا مستيقنا بنصرة الله عز وجل. وهذا حال أصحاب اليقين دوما، إن معي ربي سيهدين. فما كان من الله عز وجل إلا أن أنجاه، ومن معه أنجينا موسى ومعه أجمعين، لم يتخلف أحد، لا طفل صغير ولا امرأة ولا مسن ولا زمن، كلهم نجوا. ثم أغرقنا الآخرين كلهم أيضا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كل تلك الأحداث كانت في يوم عاشوراء، إنه يوم عظيم، يوم صالح، نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله عز وجل من فوقه رغم أنفه وأغرقه فيها. ومن هنا نستفيد أن كل من ادعى دعوى باطلة ترد عليه دعواه، ويكون فيها حتفه، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وتقبل منا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذين يعظمون شعائرك يا كريم، ويعظمون أيامك كما عظمتها يا ربنا، وكما عظمها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من غير غلو ولا فسق ولا فجور. في هذا اليوم الناس ثلاث طرائق، منهم من له عاشوراء مغنم، ومنهم من له عاشوراء مأتم، ومنهم من له عاشوراء مأثم. فأما الذي له مغنم فأهل السنة والجماعة يصومونه، يكفر الله به ذنوبهم، ومن له مأتم الرافضة يطبرون ويقطعون أجسادهم، وينتقم الله منهم لما قالوا في عائشة أشرا وبطرا وزورا. ومنهم من يكون له مأثم هم اليهود والنصارى الذين يشربون فيه الخمور ويفعلون فيه المنكرات والباطل. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر دعاء، وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، على حسن خاتمة وقول وعمل. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع موتى المسلمين، وعلى طاعتك احفظه وارزقني برها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، واقض حوائجنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. ما سألناك فأعطينا، وما لم نسألك فابتدينا، وما قصد عنه آمننا فلا تحرمنا، تم الكلام، وربنا المحمود له المكارم والعلى، ولثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لا قوم لنور خد آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تم تعليل صوتيا في ظهيرة عاشوراء لعام 44 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.